ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد السلام برواري. مرحبا بك دكتور عبد السلام. النائب زانة سعيد صرح بأن اجتماعات مسؤولي كردستان في بغداد لم تعد تعني شيئا للمواطن الكردي، كيف تنظر إلى أثر الخلاف بين بغداد وأربيل على الشارع في كردستان؟ نعم، تحية لك وتحية للمستمعات والمستمعين المشاهدين المشاهدين. في الحقيقة يعني هذا ليس شيئا جديدا، واضح منذ أحداث 19 أكتوبر أن الدكتور عبادي كيف يحاول، أقول يحاول لأنه يفشل دائما، يحاول يكتب رسالة العراق من خلال تحول سلام ودي ووعود طفافة وفي نفس الوقت الاستمرار في السياسه موجهه بالدرجه الاولى الى المواطن العادي والى السياسيين الذي يزيد عددهم على مليون ونصف، بالمناسبه من العرب المناطق التي كانت تشهد اما اضطرابات مع الحكومه المركزيه كما حدث في انبار او مع داعش، وحتى بعد تحرير هذه المناطق ترى ان الظروف هناك لا الناس على الرجوع. يعني اخر دليل على موقف بغداد قبل يومين اصدروا امرا قطع الاتصال خطوط التليفونات هاتف محمود والشبكات. طيب دكتور عبد السلام، من اين من وجهه نظرك ياتي هذا الانطباع؟ هناك حديث من مسؤولي كردستان بان اتفاق مبدئي مع الحكومه في بغداد على 6 نقاط يمكن ان يحرك الاوضاع. يمكن ان حركة الاوضاع هذه تنفرد على الاستاذ سيد رئيس وزير الداخليه، قال اتفقنا، وهذه الاتفاقات حدثت مع بين وفود فنيه اداريه صرفه الاوامر السياسيه، يعني اغلاق المطارات كما قلت، يعني يومها قطعوا اتصال شركات المحمود والارض، يعني هذا ليس رايي، انا اقول لك حوادث رئيس الوزراء هو في هذه العقوبات، وهو بيده ان يصدر امرا. يوم امس نائب رئيس وزراء وزير الخارجيه الشريفي بعد استنزار بغداد واسير قال صح في مؤتمره الصحفي، قال طلبت عبادي ان يحل المجال، ولكن ليست هناك اي فائده في بغداد مع الاسف الشديد، لذلك انا ارى من الطبيعي ان يعني يفقد المرء الامل به، ولكن هذه سياسه خاطئه. أنا أعتقد أساتذة بغداد يعرفون جيدا أنه لا المجتمع الدولي ولا الظروف في العراق تمنعهم بالاستقرار على هذه السياسة. طيب. في النهاية سيضطرون إلى إنهاء هذه الاجتماعات تنفيذا لقرار المجلس الاتحادي أيضا. طيب دكتور، إلى أي مدى تعتقد إلى أي مدى تعتقد أن دخول واشنطن ربما على الخط يمكن أن يسرع من حل الأزمة؟ يعني واشنطن سيادتها كانت خاطئة، فقدت مواقع أقدامها في سوريا في العراق لصالح إيران وروسيا، الآن يبدو أنهم قد التفتوا إلى ذلك، ولكن هم خطيئين جدا، وأيضا هناك فقط ثلاث ناقوس في أوساط وزارة الدفاع ومقاطعات مركزية، هناك إدارات جيدة وكانت لهم دائما مواقع عملية، الآن دخل نائب رئيس الوزراء أيضا على الأوساط. نأمل لأن في الحقيقة ليس هناك حل آخر. يجب على بغداد تنفذ التزاماتها الدستورية وأن تكف عن هذه الممارسات، وكما ورد فيكم المتضرر ليس حكومة كردستان، حكومة كردستان تسترجع موقعها الدولي، انظر مشاركة رئيس. طيب دكتور عبد السلام، يعني حيدر العبادي صرح أن نسبة 17% التي كانت تمنح لكردستان مجرد اتفاق سياسي سابق وليس ملزما، كيف سيؤثر ذلك على أوضاع كردستان؟ في الحقيقة هذا كلام يعني لعب على أوراق، تعرف في 96 عندما تم تبني مشروع النقل مقابل الغذاء من حكومة الأمم المتحدة كانت لديها معلومات جيدة وهي التي استحدثت الاتفاقة التمويلية وقررت المجلس يعني نسبة 17%، استمرت هذه النسبة بعد 2003. نحن في كل مفاوضات تشكيل حكومة فدرالية كنا نلح ونطالب أن يكون الشرط من شروط مشاركتنا في الحكومة أن تقوم حكومة
الاتحاديه باجراء استعداد سكاني لكي يبين يعني الان ليس هناك اي رقم ثابت الحقيقه كلها تخمينات. لذلك هذه 17% لها واقع ولها خلفيه، لا يمكن له مجرد كلمه ان يمتحها. ثم من الذي يحدد نسبه سكان العراق؟ ليست هناك ارقام ثابته كلها تخمينات. هذه هي المسألة. نعم، شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد السلام برواري.